مشاهدينا بعد ما تابعنا هذه اللقطات من مختلف الجهات الأربعة لهذا المهرجان الجميل، وتتنوع وتتوزع الفعاليات، حتى ترتيب الفعاليات يعني ما بين القاعات دائما يخلي الأطفال قريبين من الحدث، يعني ما لازم نشوف الطفل يركض بسرعة لنسمع صوت، لا، الصوت دائما والفعاليات دائما قريبة من الأطفال. كذلك جميل، يعني شد انتباهي ركن جمعية الشارقة التعاونية اللي متواجدة في هذا المهرجان لتلبية احتياجات العوائل اللي تزور وكذلك الأطفال. يسعدنا مشاهدينا أن نرحب كذلك في استوديو مهرجان الشارقة القرائي للطفل بسعادة راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين. صباحك خير، حياك الله معنا في عرس الشارقة القرائي للطفل. صباحكم الله بالخير والنور، وأنا سعيد أكيد معاكم في تواجدنا في هذا المهرجان. أكيد يعني مثل ما تفضلت أن عرس، ولكن عرس للأطفال. جميل. أستاذ راشد، خلنا نتكلم أكثر عن مشاركة جمعية الناشرين الإماراتيين هذا العام في مهرجان الشارقة القرائي للطفل. نعم، طبعا وجود جمعية الناشرين الإماراتيين في مهرجان الشارقة القرائي للطفل يمثل كل ناشر إماراتي يسعى أن يكون مواكب لهذه الصناعة، صناعة النشر في دولة الإمارات. اليوم دولة الإمارات تسعى لأن تخلق جيل واعي، جيل مثقف، ولابد من هذا الجيل أن يدرك مدى أهمية وجود محتوى جيد ينهل من خلاله. فاليوم بوجود صاحب السمو حاكم الشارقة على رأس الحضور في هذا المهرجان ويرعى هذا المهرجان، ورعاية كريمة أيضا من سمو الشيخ جواهر بن سلطان القاسمي، فنرى بأن اهتمام الحكومة في أن يكون هذا المهرجان هو رافد من المحتوى الثقافي ومن الفعاليات الثقافية ومن تعزيز ثقافة القراءة للأطفال في دولة الإمارات. فكل هذا الاهتمام الحكومي يجب أن أيضا يترجم بنتائج إيجابية، ويجب أن أيضا يعي الناشر الإماراتي أهمية وجوده في هذه الصناعة. فالناشر الإماراتي اليوم يقع على عاتق حمل كبير بأن يكون هو من ينقل هذه الثقافة، أو يصيغ بشكل أحرى إذا قلنا يصيغ هذه الثقافة إلى الأطفال. فكيف يصيغها؟ من خلال رسومات مميزة، من خلال محتوى جيد، من خلال عرض مشوق للأطفال. فاليوم إذا ما قلنا أن الناشر الإماراتي متواجد في هذا المهرجان، فهو بالفعل متواجد، لدينا أكثر من 102 ناشر إماراتي تمثلهم جمعية الناشرين الإماراتيين من خلال مشاركتها، وأيضا الناشرين المشاركين في المعرض من خلال مشاركتهم المستقلة. حلو، والجميل دائما أستاذ راشد أن الناشرين صاروا مو بس كبار حتى، أو الكتاب أكيد. مو بس كبار حتى، نعم. صاروا صغار، نعم. يعني هذا شيء يعني يبعث الأمل والسرور في نفوس بكل الجميل. تأكيد، لأن اليوم يعني سابقا يمكن كان ولي الأمر أو الأب هو من يقتني الكتب ويشتريها ويجبر أطفاله بأن يقرأوا هذا الكتب، ويلاحظ في عملية نفور أحيانا من الكتب. ولكن إذا اليوم ما تركنا العنان للطفل بأن يقرأ للأشياء اللي تستهويه، ويقرأ الأشياء اللي يحبها، ويقرأ لمثلا كاتب هو صديق له في المدرسة، فأكيد هو أيضا بيشجع أن يكون يعني مميز في هذا الجانب. أيضا العام الماضي في مشروع ثقافة بلا حدود وألف عنوان، وعنوان تم يعني إطلاق مبادرة الكاتب الصغير، فالكاتب الصغير أيضا أنتجت مجموعة من النصوص الخاصة بالأطفال التي فعلا بالإمكان أن تكون مشوقة للطفل. فاليوم نحن نعمل معهم أن نكون نأخذ بيدهم إلى أن ينتجوا كتبهم ليكون صناعة إماراتية بمحتوى إماراتي وأقلام إماراتية ورسامين إماراتيين، فيجب أن يكون هذا المحتوى أيضا ملبي لاحتياجات الأطفال في دولة الإمارات. سعادة أستاذ راشد، بالحديث عن مبادرات ثقافة بلا حدود، لاحظنا وبقوة مبادرة كتاب وقهوة، حدثنا أكثر أيضا عن وجود قهوة وكتاب موجودة أيضا هنا في المهرجان. قهوة وكتاب أكيد من المبادرات اللي أطلقها مشروع ثقافة بلا حدود، هدفها أن تعزز ثقافة القراءة عند الناس. واليوم نحن يجب أن لا نكون يعني في مقر واحد وندعي الناس أن يزورون هذا المقر لي يعني يشاركونا الفعاليات. قهوة وكتاب هي من تلبي الدعوة دائما لدى الجمهور، وتكون
حاضرة في الفعاليات الثقافية، في الأحياء السكنية، في أيضا كثير من الفعاليات في الدوائر الحكومية. فاليوم نحن مع فريق ثقافة بلا حدود نسعى إلى أن تعزز هذه الثقافة وتكون يعني ثقافة القراءة حاضرة في كل الفعاليات. الحمد لله، وهذا الشيء دائما يثلج صدورنا يعني وصدور المشاهدين والمتابعين. الثقافة هي عنوان لإمارة الشارقة، والشارقة هي عنوان لإمارة الثقافة من خلال المبادرات الجميلة. والآن يعني سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة يستمر في جولته بعد أن يعني ما شاء الله توقف في هذا الجزء الجميل ومعرض الصور الجميلة. فبلا شك يعني اليوم المحتوى صار مقروء ومسموع وكذلك مرسوم، يعني اليوم الرسمة هذه تدل أو تحكي قصة وتحكي رسالة جميلة. وبالفعل يعني اليوم المهرجان منوع ومتنوع من فعاليات وأنشطة وورش عمل تعمل على صقل المهارات الكبار والصغار على حد سواء. إذن يتجول الآن سيدي صاحب السمو حفظه الله في أروقة المهرجان ويطلع كذلك على دور النشر وأحدث الإصدارات المخصصة للأطفال. أستاذ راشد، لو نتكلم عن الناشر الإماراتي اليوم، وجوده ما بين ناشرين عرب وأجانب ماذا يضيف له؟ نعم طبعا هذا النهج اللي تنهجه جمعية الناشرين الإماراتيين، هناك استراتيجية لإدارة الجمعية التي ترأسها الشيخ بدور بن سلطان القاسمي بأن تصل وترتقي هذه الصناعة إلى العالمية. فوجود اليوم احتكاك مباشر مع ناشرين من دول سواء عربية وأجنبية يمثل للناشر الإماراتي الاطلاع على أهم التجارب في مجال النشر، وأيضا الاستفادة من أفضل الممارسات في صناعة النشر، وأيضا ما تشارك به الجمعية في مشاركات خارجية من معارض كتب أيضا يمثل نقل هذه التجارب إلى المجتمع في دولة الإمارات، وأن يكون الناشر الإماراتي يعني يكمل مسيرة النشر في الدول الأخرى لنكون يعني على خارطة النشر في العالم، وأيضا نكمل مسيرة النشر، لا نبدأ من الصفر، نبدأ من يعني العديد من المبادرات التي أطلقت، من الممارسات التي أطلقت. هذا جانب. الجانب الآخر، تعمل الجمعية على صقل مواهب إماراتية وأيضا تدريب الناشر الإماراتي من ناحية الإدارة المالية في دار النشر، من ناحية آليات اختيار المحتوى، آليات اختيار كتب مميزة في دولة الإمارات، آليات أن يكون هذا الناشر ناشر عالمي وليس محلي. صح. يعني يجب أن يعني يضع له أهداف أن يصل إليها خطوة بخطوة، وأكيد يعني تعمل الجمعية في هذا الجانب في ترسيخ هذا المفهوم. جميل. أستاذ راشد، يعني كيف يساعد المعرض الطفل على الإقبال على القراءة ويجمع بين القراءة والترفيه؟ كيف يساعدهم اليوم حتى يجذب الطفل؟ يعني أكيد بوجود الفعاليات الثقافية المشوقة للطفل التي بها رسائل تعليمية يعني أكيد الطفل سيتأثر منها ستكون جاذبة له. وبكل تأكيد اليوم مثل ما قلت لك في البداية بأن هناك أمور تستهوي أشخاص لا تستهوي ناس آخرين، عرفت؟ فالطفل كذلك يعني قد أحيانا بعض الأطفال تستهويهم لعب الكرة، بعض الأطفال تستهويهم الألعاب الإلكترونية. صح. تستهويهم، فيجب أن نستغل هذا الشيء في أن نجذب الأطفال إلى عالم الكتب. ووجود بين أروقة المعرض هذا وبين رائحة الكتب أكيد ستجعل من قارئ نهم، وأكيد سيتأثر من وجود كتاب وناشرين إماراتيين. أستاذ راشد، لو تكلمنا عن دور جمعية الناشرين في دعم الأطفال اللي يكتبون أو المواهب الشابة والصغيرة في مجال الكتابة؟ نعم طبعاً، بالتعاون في اتفاقية تعاون بيننا وبين مشروع ألف عنوان وعنوان بهذا الجانب، ومثل ما ذكرنا بأن ألف عنوان وعنوان أطلق مبادرة الكاتب الصغير.
فاليوم بالتعاون مع مبادرة ألف عنوان وعنوان يعني تبحث جمعية الناشرين عن ناشر لنشر هذا المحتوى وهذا النص للأطفال لأن يرى النور، وأيضا يعملون في ألف عنوان وعنوان على تنظيم حفلات توقيع للكتب للأطفال، فلتشجيعهم على يعني الاستمرار في هذه الكتابة وحثهم على أن يحتكوا أكثر بالكتاب اللي متواجدين، لأن بكل تأكيد القارئ الجيد هو كاتب جيد في المستقبل. نعم. كذلك يعني تعليقك أستاذ راشد لي يعني دائما سيدي صاحب السمو قريب للطفل للكبير ولا الصغير، ولكن يعني اهتمام اليوم بالأطفال ونرى دائما حديث الودية ويمزح معاهم. كيف ترى هذا المشهد الجميل؟ يا طويل العمر، وجود القدوة دائما هو ما يحفز الإنسان، ووجود صاحب السمو دائما كقدوة للكبير وللصغير هو ما يحفزنا ويحفز الأطفال على الاهتمام بالثقافة. فاليوم دائما ما تلاحظ بأن الأبناء في البيت يأخذوا لهم قدوة في الأسرة، يعني أما الابن يقلد أبوه أو البنت تقلد أمها في المنزل. فاليوم صاحب السمو حاكم الشارقة هو قدوتنا في هذه المسيرة، وأيضا قدوة الأطفال يرونه كأب حنون في جانب أبوي، في جانب أسري. أسرة الشارقة دائما ما تحتفي بأن يعني وتستمر في حب الكتاب وحب الثقافة، قدوة وأسوة بحاكمها الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي. وتجول اليوم كما نرى في أروقة المعرض واهتمامه بالصغير وللكبير، وأيضا حث لدور النشر على إنتاج كتب ذات مستوى راقي وعالي للأطفال وجاذبة للطفل، تؤكد اهتمامه ب يعني عقل الطفل ومدى أهمية أن يغذى هذا العقل بكتب مميزة ومحتوى جيد لينتج نتاج مثقف، نتاج واعي، يعي بأهمية بناء هذه الدولة. صحيح. يعي بأهمية وجوده كعنصر فعال في المجتمع. صحيح. ونلاحظ العديد إذا ما سردنا مجلس شورى الأطفال وغيره من البرامج، وسمو الشيخة جواهر بن سلطان القاسمي هي من يقف بشكل مباشر ويتابع بشكل مباشر هذه المبادرات التي نرى نتاجها اليوم بوجود أطفال مميزين في الشارقة. والجميل دائما مفاجأة سيدي صاحب السمو باقتناء مجموعة من الكتب لدعم أكيد. المكتبات أكيد. فهذا اليوم دافع للناشرين ودافع للأهالي. نعم. ذوي الدخل محدود إذا ما يعني ما قدر أن يقتني مجموعة من الكتب. صحيح. المكتبات اليوم ما شاء الله في الشارقة. نعم. وصارت في المساجد يعني لا مفر. هو طبعا قبل ما تكون أيضا في المساجد ثقافة بلا حدود في المنازل. في المنازل يعني صاحب السمو هديته وصلت لكل بيت في إمارة الشارقة، 42 ألف مكتبة، أكثر من 2,000,000 كتاب وزعها صاحب السمو بالمجان لكل بيت، ووصلت لغاية منزله يعني كهدية من صاحب السمو. فهذا يعني يعتبر بحد ذاته يعني هدية غالية من أب إلى أبنائه. تمام. أستاذ راشد، عفوا أستاذ راشد، طبعا كجزء من ثقافة بلا حدود وجمعية الناشرين الإماراتيين زرت العديد من المعارض حول العالم، اليوم كيف نقيم بعد 10 سنوات مهرجان الشارقة القرائي للطفل؟ بكل تأكيد يعني السنوات العشرة الماضية رسخت لإمارة الشارقة يعني اسم لامع في الاهتمام بفعاليات الطفل وتحديدا في الفعاليات القرائية للطفل. واليوم مهرجان الشارقة القرائي مهرجان مميز من ناحية التنظيم، من ناحية الفعاليات، من ناحية توزيع دور النشر وتنوعها اللي موجودة في المعرض، من ناحية اهتمام القيادة بأن تكون على رأس أدق التفاصيل في عملية التنظيم. هذا يعطي دافع لفريق العمل بأن ينتج نتاج مميز، وأن يسعى دائما إلى أن يضع الطفل نصب عينه باهتماماته. فاليوم مهرجان الشارقة القرائي أصبح يعني له بصمة في خارطة المعارض الدولية بحكم وجود نخبة من الناشرين المميزين في هذا المجال، وأيضا بحكم الخبرة التي توالدت للمنظمين لهذه الفعاليات. ولكن يعني بالأمس كنا نسترجع الذكريات ومهرجان الطفل لما كان شعاره الطفل والولد.
وكانت السيارات الكرنفالية تجو بإمارة الشارقة. فهذه دعوة أنا أوجهها للمنظمين حقيقة في المهرجان لأن يكون يعني استرجاع للذاكرة بأن ينظموا كرنفال في يجوب إمارة الشارقة ونسترجع ذكريات مهرجان الطفل سابقا والسيارات المزينة ب يعني رسومات كرنفالية. وكان فعلا يعني كل أطفال المدارس يبتهجون بهذه الفعالية وهذا الكرنفال والكل كان يشارك بشغف ليكون جزء من هذا الكرنفال الذي يمر على بحيرة خالد ويمر على الأماكن الحيوية. ففعلا هذه الذاكرة جميل أن يكون لها إصدار خاص ويمكن دعوة لمنظمي المهرجان. أضم صوتي لصوت أستاذ راشد يعني حلو هالأشياء هذه يعني ما تنسى دائما في ذاكرة الجميع. شكرا لك سعادة راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أتمنى لكم التوفيق دائما ونشوفكم إن شاء الله السنة الجاية في عمل إبداعي أكثر إن شاء الله. أجمعين أتمنى لكم كل التوفيق وشكرا لتغطيتكم المتميزة لهذه الأحداث لأن فعلا هذه التغطية المتميزة الإعلامية هي ما تبرز هذه الأعمال سواء على المستوى المحلي والعالمي. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا لك.